الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت وما حكم اعتكاف المستحاضة، إن قلت وما حكم اعتكاف المستحاضة، فالجواب المتقرر عند العلماء أن المستحاضة لها حكم الطاهرات، ومن جملة أحكام الطاهرات جواز اعتكافهن في المساجد، فكذلك المستحاضة يجوز لها أن تعتكف في المسجد، ولأنها من أهل الصلاة، وكل من كان من أهل الصلاة فهو من أهل الاعتكاف، ولأن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن معه، وإحداهن قد تكون حائضا حتى يوضع الطست تحتها من شدة ما تثج الدم ثجا، فلا بأس ولا حرج على المستحاضة أن تعتكف حال استحاضة.